أهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل وقلنا الانضباط بداية الإنجازات ولما بنتكلم عن انضباط يبقى أكيد بنقول إن المنبع هو النادي الأهلي عندنا كلام كتير الفقرة دي لكن حابين نتفاعل مع الهاشتاج 365 يوم بيتسو موسيماني ونقرا بعض التويتات اللي وصلتنا على الهاشتاج عشان برضو ندعم المشاهدين يشوفوا برضو تويتاتهم ونحتفي بأول سنة لبيتسو موسيماني عندنا لو نستعرض نستعرض يا يعني مع الردود معانا طبعا القاضي ده ابن الشاروني ماتش الوداد في المغرب طبعا بيتكلموا عن افضل مباراه طبعا اجابه السؤال ماتش الوداد في المغرب وماتشين الترجي زينب السيد الوداد في التاسعه الترجي في العشره عشان النتيجه رايح جاي آه طبعا عندنا عصام فاروق عصام فاروق بيقول اعتقد ماتش الوداد في ذهاب الدور قبل النهائي الافريقي كان ماتش عظيم مبين انه مدرب خبير في افريقيا ولانه اول مره يكسب الوداد في المغرب برضه ملحوظه مهمه آه عندنا ايمي بنت الاهلي بتقول كله قوم وماتش الزمالك الدور الاول كان ماتش من شوط واحد ورغم غياب لعيبه اساسيه وغياب الشناوي فزنا في 45 دقيقه فعلا ماتش برده كان غايب عنده فارس بعض اللاعبين وقدر ان هو يحقق الفوز 2 1 ومعانا برضو كريم بيقول نهاية التاسعه مش محتاجه أوه، أوه، حاجه يعني كتب. طبعا اه ده ده برضه راح للعاطفه <applause> وكان ردود كتير معترض على عاطفه لا 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 معترض على عاطفه بيتسو موسيماني ادار المباراه دي بذكاء وبذكاء شديد جدا بيتسو موسيماني شاف اخر مواجهتين قال الاهلي والزمالك ومن قبل المباراه وهو بيتكلم بيقول انا مش هتغلب بالطريقه دي تاني فلا الموضوع مش عاطفه خالص الموضوع كيف تعامل مدير فني وشاف المشهد واخر مباراتين بين اهلي وزمالك وشاف ان فكره ان انت تكون مسيطر ومستحوذ فقط لا غير ثم النتيجه في النهايه تطلع فوز الزمالك مش هيقرر الموقف ده وكان حاسم قبل المباراه وكان حاسم مع اللاعبين مش هنكرر اللي حصل اخر مباراتين قالوا زمالك ومن وجهه نظر بدون عاطفه ادار المباراة. لا يا اسامه انا معاك ولكن يمكن ارقام المباراه والسيناريو بتاعها ما اوحاليش ان كان فيها التفوق الفني الشاسع لا ما هو ليه هو ما هو انت... قال ما هو قال... قالك انا مش عايز الكوره هو قال انا مش عايز الكوره خلاص انا عايز النتيجه بس, بس السيتويشن كان ممكن يضيع منك المباراه في اي لحظه للامانه يعني هي وجهه م... نظر. نظر ولكن معانا اراء ثانيه لجمهورنا معانا امير نصر بيقول مباراه القرن اكيد بيقصد بيها قفشه عبد الرحمن جمال بيقول ماتشين سان داونز يا عبد الرحمن <applause> في العاشره وماتش القاضيه في التاسعه بجون ولدنا قفشه اميره بتقول ولا ننسى نهائي القرن اللي خدوا فيه القاضيه لحد دلوقتي نرجع بقى لطبعا طبعا اه مستمرين في عرض هاشتاجات حضراتكم طبعا يعني شاركونا على 365 يوم موسيماني وان شاء الله نستعرض في اخر الحلقه برضو بعض التويتات